السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي، معكم ميس جهاد محمد تحت إشراف أستاذة أميمة عبد الحكيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نراجع مع بعض الفرق بين الأساليب. هناخد النهاردة ونفتكر كده مع بعض الفرق بين أسلوب النفي وأسلوب النهي وأسلوب الأمر. يلا نفتكر كده، يلا حبايبي كده نشوف اول اسلوب مع بعض كده، اسلوب النهي. ايه هو اسلوب النهي؟ اسلوب النهي هو طلب الامتناع عن فعل شيء معين ويبدأ بلا زائد فعل مضارع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بنهي حد، الحد ده لازم يكون قاعد قدامي، انا بكلمه وبقول له ما يعملش الحاجة ديت. طب لازم يبدأ بايه؟ بلا زائد فعل مضارع، اوله لازم يكون لا الناهية وراها على طول فعل مضارع. مثال: لا تلعب في الشارع. انا بقول لك لا تلعب في الشارع، بنهيك عن اللعب في الشارع. يبقى افهم من كده اللي لا الناهية ديت انا بكلم ايه؟ بكلم حد قاعد قدامي، بكلمك انت او انتي او انتم، وبقول ان محدش يلعب في الشارع. تمام، دي الاسلوب النهي، ده اسلوب سهل جدا وبسيط. ودي لا الناهية اولها لا، ولازم يجي على طول وراها فعل مضارع، ولازم الجملة افهم منها ان انا بكلم حد قاعد قدامي، ده اسلوب النهي. فهمناه؟ سهل جدا ومفهوش اي حاجة. طب نشوف اسلوب النفي. ايه هو اسلوب النفي؟ اسلوب النفي هو نفي حدوث الفعل في الماضي او في المستقبل. يعني ايه؟ انا بنفي حدوث الفعل دوت في الزمن الماضي، يعني انا ما عملتش الحاجة دي، او في المستقبل انا لسه ما عملتهاش ومش هعملها. تمام، طيب اسلوب النفي دوت ليه ادوات. ايه هي ادواته؟ لن ولا ولم. تاني، لن ولا ولم، دي ادوات اسلوب النفي، لن ولا ولم. تعال نشوف مثال: لا اتحدث بصوت مرتفع. لا اتحدث بصوت مرتفع. طب انا اعرف منين دي اسلوب نفي ولا اسلوب نهي؟ ما هي اولها لا، واسلوب النهي برضو بيبدأ بلا. طب اسلوب النفي انا بتكلم عن نفسي، لا اتحدث انا بتكلم عن نفسي انا، يبقى اسلوب النفي انا بتكلم عن نفسي او عن حد مش موجود قدامي. احنا قلنا اسلوب النهي لازم يكون حد قاعد ايه قدامي، انما لا النافية يبقى دوت انا بتكلم عن نفسي، بنفي الكلام ده عن نفسي او عن حد مش موجود قدامي. لا اتحدث بصوت مرتفع، دي اول اداة. طيب لن اهمل دروسي، لن يبقى لن ديت من ادوات النفي، يبقى اعرف على طول ان هي اسلوب نفي. لم يكتب الولد الواجب، لم برضو من ادوات الايه؟ من ادوات النفي، يبقى ديت على طول اول لما اشوفها يبقى اعرف ان ده اسلوب نفي. في حاجه في اسلوب النفي، وعرفنا نفرق ازاي بين لا الناهيه ولا النافيه. طب تعالوا نشوف تالت اسلوب، وهو اسلوب الامر. ايه هو اسلوب الامر؟ هو طلب فعل شيء معين ويبدا بفعل امر. طلب فعل شيء معين، انا بطلب حاجة معينة ولازم تكون اولها ايه؟ اولها فعل امر. تعال نشوف مثال: حافظ على مدرستك. حافظ اولها دوت فعل ولا اسم؟ طبعا دوت فعل. فعل ايه؟ فعل امر. اول لما اشوف جملة اولها فعل امر يبقى ده على طول اسلوب امر. كده الفرق واضح بين اسلوب النهي واسلوب النفي واسلوب الامر، في حاجة بينهم؟ طب تعالوا نراجع كده مع بعض في أمثلة. الأسلوب، أسلوب أمر ولا نهي ولا نفي؟ لا أتحدث بصوت مرتفع، ده أسلوب إيه؟ أوله لا. طيب أوله لا، أنا عارفة إن لا ديت عندي لا ناهية ولا نافية، هعرف منين؟ لا أتحدث، أنا بتكلم عن نفسي أنا، لا أتحدث أنا وصوت مرتفع، يبقى ده أسلوب إيه؟ أسلوب نفي. برافو عليكم، ممتازين. طب رقم اتنين: لا تتكبر على احد. انا بقول لك انت هو لا تتكبر، بنهيك عن عدم التكبر، يبقى ده اسلوب ايه؟ اسلوب نهي، ممتازين برافو عليكم. لم اعذب نباتا، لم اوله لم ديت قلنا من ادوات اسلوب ايه؟ اسلوب النفي. طب تعالوا نفتكر مع بعض ادوات اسلوب النفي: لن ولم ولا، برافو عليكم. حافظ على نظافة البيئة. حافظ اول الجملة دي عندي ايه؟ حافظ. حافظ ده فعل ولا اسم؟
فعل، فعل ايه؟ فعل امر، يبقى ده على طول اسلوب امر. برافو عليكم. لن اسافر غدا، لن، ها قلنا لن دي من ادوات ايه؟ اسلوب النفي. برافو عليكم. لن نافيه. برافو عليكم. طيب لا تكتب على الجدران. لا، لا دي ناهيه ولا نافيه؟ هعرف منين؟ لا تكتب على الجدران، لا تكتب انت على الجدران، انا بكلمك وبوجه لك رساله وبنهيك ان انت ما تكتبش على الجدران، يبقى ده اسلوب ايه؟ اسلوب نهي. جميل، برافو عليكم. اكتب الدرس، اكتب الدرس ده اوله ايه؟ فعل امر. برافو، يبقى ده اسلوب ايه؟ اسلوب امر. جميل، ممتازين، برافو عليكم. في حاجه صعبه في اسلوب الامر والنفي والنهي؟ سهلين جدا. طب تعالوا نراجع على بقيه الاساليب كلها اللي احنا اخدناها مع بعض. يلا، يلا نراجع على باقي الاساليب ونشوف. حدد نوع الاسلوب. ما اجمل البحر، ده اسلوب ايه؟ اسلوب تعجب. برافو، عرفنا منين اللي هو اسلوب تعجب؟ اوله ما، ما دي اسمها ما التعجبيه. برافو عليكم. وفي علامه التعجب، يبقى ده على طول اسلوب تعجب. برافو عليكم. يا احمد اكتب الواجب، اوله ايه؟ اوله يا، ويا دي ما قلنا اداه ايه؟ اداه نداء. برافو عليكم. انا بنادي على حد، بنادي على احمد وبقول له يا احمد اكتب الواجب، ده اسلوب عندي يا، اداه النداء، وعندي المنادى الشخص اللي انا بنادي عليه، يبقى ده على طول اسلوب نداء، لان هنا بادئه بيا وبادئه يا، دي قلنا اداه نداء، واحمد المنادى انا بنادي عليه، يبقى ده على طول اسلوب نداء. كيف تذهب إلى المدرسة؟ ده أسلوب إيه؟ أسلوب إيه؟ استفهام. برافو عليكم. جميل، أسلوب استفهام، بادئ بأداة استفهام ومنتهي بعلامة استفهام. طب تعالوا بقى نفتكر كده مع بعض أدوات الاستفهام. قلنا كيف وما ومن وماذا ولماذا وهل وأين ومتى. برافو عليكم، ممتازين، جمال. اي كلمه، اي جمله بتبتدي باي باداه من دول، يبقى ده على طول اسلوب استفهام، ولازم علامه الاستفهام، اوعوا ننساها. لا تقطف ازهار الحديقه. لا، لا دي احنا قلنا عندنا اتنين لا، لا ناهيه ولا نافيه. طب هعرف منين لا ناهيه ولا لا نافيه؟ يلا، لا تقطف ازهار الحديقه، لا تقطف انت ازهار الحديقه. تمام، يبقى انا بكلمك وبوجه لك رساله وبقول لك لا تقطف ازهار الحديقه. قلنا لما باجي بكلم حد قدامي هتبقى دوت اسلوب نفي ولا اسلوب نهي؟ يبقى برافو، لا الناهيه، يبقى ده على طول اسلوب نهي. جميل، برافو عليكم. لن اكذب ابدا، الاسلوب ده بادئ بايه؟ بلن، ولن دي قلنا من ادوات النفي. نفتكر مع بعض ادوات النفي، لن ولا ولم. برافو عليكم، ممتازين. اجتهد في المذاكرة،
اجتهد في المذاكرة. ده اسلوب ايه؟ اسلوب امر. برافو. ليه؟ لان بادئ بفعل امر. اي جملة عندي بادئة بفعل امر يبقى اسلوب امر. جميل. لا احب الكذب. لا، لا دي لا ناهية ولا لا نافية؟ دي لا ايه؟ فكر مع بعض كده. لا نافية. برافو عليك. وعرفنا منين؟ انا بنفي الكذب عني، انا بقول لا احب الكذب، انا ما بحبش الكذب، يبقى دوت اسلوب نفي. برافو عليكم. ليه اسلوب نفي؟ لان لا هنا بتتكلم بنفي عن نفسي، يبقى من ادوات النفي يبقى اسلوب نفي. جميل، ممتازين. لم الوث ماء النيل. ده اسلوب ايه؟ اوله لم، ولم دي من ادوات اسلوب النفي اللي هو لم ولا ولن. برافو عليكم. يبقى ده على طول اسلوب نفي. في حاجه صعبه في اللي احنا قلناها؟ سهلين جدا. ايه رايكم؟ الاساليب كلها كده لميناها ومفيش حاجه فيها صعبه. تمام، فهمناها؟ في اي حاجه واقفه معاكم كده؟ رجعنا على اسلوب التعجب واسلوب النداء واسلوب الاستفهام واسلوب النهي والنفي والامر. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب اشوفكم على خير يا حبايبي. باي باي.